وللمزيد ينضم معنا عبر الهاتف من برلين محمد فوزي اللامي الخبير العسكري والسياسي. أهلا ومرحبا بك سيادة أستاذ محمد. بداية، ميليشيا حزب الله في العراق تعلن استعدادها للمشاركة مع النظام السوري والميليشيات الكردية في القتال على الحدود الشمالية لسوريا، كيف يمكن ذلك والميليشيا تعد ضمن القوات الحكومية بحسب قانون الحشد؟ تحية طيبة لك سيدي والمشاهدين الكرام. حياك الله. أعتقد بأن هذه الميليشيات هي تحاول استغلال موقف اليوم ومحاولة استغلال ما يجري حاليا من تفاهمات كبيرة بين دول كبيرة هي المشتركة في الخارطة السورية وبين أمريكا وتركيا وروسيا تحديدا، وتحاول إثبات موقف. لكن حقيقة الأمر بأن هذه الميليشيات هي ليس لها دور وليس لها حقيقة فرصة للمشاركة في هذه الفعالية وهذه العملية التي تجري والتحولات التي تجري حاليا في شرق سوريا في شرق الفرات. لكن بالنتيجة نحن أمام موقف هو موقف خارج عن الدستور، وهو موقف يثبت بأن هذه الميليشيات هي خارج عن إطار الدولة ولا تمتثل لقوانين الدولة وإلى الدستور، ومحاولة تدخل في شؤون سوريا خارج هذه الحدود، بينما أنه قالت بأنه أنها هي ضمن منظومة الحكومة العراقية وتتبع أوامر والدستور العراقي، والدستور العراقي يمنع منعا باتا مشاركة هذه الميليشيات أو مشاركة أي قوى عسكرية وتدخل في دول الجوار. يعني هي أوامر إيرانية بالنتيجة، لكن حقيقة أنه محاولة إثبات موقف ما فوق الدولة يثبت أن دولة عادل عبد المهدي ضعيفة، وحتى لم نجد أن هنالك رد من عادل عبد المهدي على هذه الميليشيات. طيب، محاولة التدخل في سيناريو كبير لا يشمل العراق. من ضمن هذا السيناريو هي أن تركيا أعلنت اعتزامها شن هجوم عسكري ضد تنظيمات كردية شمالي سوريا، ألا يعني هذا صداما محتملا بين ميليشيات الحشد والقوات التركية؟ الخارطة سيد الكريم، أعتقد بأن هنالك تفاهمات كبيرة بين أمريكا وتركيا، حتى تركيا أنه أجلت عملية الشرق الفرات بكون أن هنالك انسحاب أمريكي، هو لن يكون انسحاب عبثي، الانسحاب يمتد إلى 3 أشهر إلى 100 يوم، وسوف لن يترك فراغ كبير لتدخل ميليشيات ولتدخل أعضاء غير مشتركين في هذه العملية. الواضح جدا بأن هنالك اتصال حدث مرتين ما بين الرئيس طيب أردوغان والرئيس ترامب، أن هنالك تفاهمات كبيرة على مستوى عالي جدا مستقبل هذه المنطقة. لا ننسى بأن الأكراد منذ البداية لم يكونوا جزء وطرف مهم في العملية الموجودة حاليا، وأعتقد أنه اليوم تسليم الأمور إلى تركيا هو اللي دفع الأكراد أن يكونوا جزء من هذه المنظومة، بدل أن يقاتلوا دفاعا عن نفسهم ودفاعا عن ومحاولة الحصول على لكن أن تذهب ميليشيات الحشد لمساندة القوات الكردية أو الميليشيات الكردية في سوريا وتأتي القوات التركية ويكون هنالك صدام بين الميليشيات والقوات الكردية إضافة إلى تركيا، هذا يعني أن هنالك صدام ما بين بغداد وأنقرة، كيف سيؤثر ذلك على الأمور؟ يعني هو بالنتيجة نحن سيدي لا نتحدث عن أن الأمور قد سابت لهذه المرحلة أن تكون هنالك تدخل مباشر من قبل هذه الميليشيات مع الأكراد. أعتقد بأن الأكراد سيد الكريم ذكرنا في البداية أن هذه الميليشيات تحاول استغلال موقف لإثبات صورة أنهم موجودين، وبالحقيقة أنهم غير موجودين وغير قادرين، أن الخارطة السياسية اليوم حتى الأكراد اليوم يعترفون أكراد الديمقراطي السوري اليوم يعترفون بأنهم غير قادرين على القتال، وأنهم لم يعودوا جزء من الخارطة القتالية بل جزء من التسويات السياسية التي أعتقد بأن تركيا ستكون هي الطرف الأول في هذه الخارطة والتي سوف تحسم أكثر من هذه هذه المواقف في هذه المرحلة. أستاذ محمد، رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي أكد مراراً أن مهام ميليشيا الحشد محصورة داخل العراق، لكن الواقع يكذب هذا الأمر، من يمسك بزمام هذه الميليشيات ومن يوجهها حيثما يريد؟ هذه الميليشيات سيدي الكريم هي ميليشيات خارجة عن القانون ولا تعترف بالدولة العراقية ولا تعترف بالقانون العراقي، هي ميليشيات تتبع المصالح الإيرانية، أينما ذهبت المصالح الإيرانية هذه الميليشيات تجدها تذهب مع هذه المصالح، وإذا اضطرت المصالح الإيرانية اليوم إلى تدخل في قتال مع الميليشيات الكردية فبالتأكيد هذه الميليشيات. طيب، إذا سمحت لي أستاذ محمد، أنت قلت أن هذه الميليشيات خارجة عن القانون،
لكن هنالك قانون ينظمها في العراق وقانون شرع من البرلمان العراقي وقانون حشد الشعبي، كيف يمكن أن نفهم أنها خارج عن القانون؟ القانون الذي صدر من البرلمان سيدي صدر بثلاث فقرات، وثلاث فقرات فقيرة جدا ولا تشرح حقيقة دور هذه الميليشيات ومن هو المسيطر عليها. بالنتيجة نحن نتحدث عن قانون صدر وقال بأن جميع السياسيين القادة إما أن يختاروا أن يكونوا سياسيين في الحكومة وإما أن يكونوا قياديين ميدانيين في ظرف أشهر بسيطة، وتم اختراق هذا القانون بأن هؤلاء المشرفين على هذه الميليشيات لعبوا دور سياسيا ودورا ميليشياويا قتاليا على الأرض، وهذا أكبر خرق لهذا القانون. القانون حقيقة لا ننسى بأن هذا القانون قد شرع من جهة واحدة فقط، جهة داعمة لهذه الميليشيات، ولم تشترك أطراف الشعب العراقي وأطياف الشعب العراقي في إصدار هذا القانون. إذن نحن نتحدث عن قانون ضعيف، قانون لا يمتلك شرعية العراقيين جميعا، وبالنتيجة هو هذا القانون مخترق، وهذه الميليشيات بالتأكيد لا تحترم هذه القوانين، وليس لديها هنالك لا يوجد هنالك مسيطر داخلي بداخل العراق، بالعكس قاسم سليماني وإيران هم من يوجهوا هذه الميليشيات، وهم الميليشيات اعترفوا على لسان قادتهم بأننا نتبع ولاية الفقيه في إيران، وقاسم سليماني هو من يسير أوامرنا. وحديث بغداد عبارة عن حديث عبارة عن إضفاء الشرعية لكن دون محاسبة حقيقية وبدون سيطرة حقيقية. الخبير العسكري والسياسي الأستاذ محمد فوزي اللامي كنت معنا عبر الهاتف من برلين، شكرا جزيلا لك.